ركبوا البحر لتمرير الموت. قامت كثير من السفن الفرنسية والأمريكية بالقبض على سفن شراعية تحمل أسلحة مهربة من إيران. استغلوا المياه الدولية وشركات الشحن، عبر سفن خشبية، عبر سفن غير مأمنة غير قانونية في تدخل مالي. اتبعوا خططاً لتمويه جرائمهم. مش كل الأسلحة هي أسلحة إيرانية، ولكن هناك أسلحة تأتي من مصادر أو من صناعات أخرى غير إيران، ولكن تأتي إلى إيران ومن إيران يتم تصديرها إلى الحوثيين. والسفن هذه تابعة ومسجلة لشركات إيرانية، وهي في الواقع مملوكة للحرس الثوري وتملأ بالأسلحة. الحمولة المحظورة، طريق الحرس الثوري إلى اليمن. فيلم وثائقي يأتيكم في الأوقات التالية.